سيد حلبوسي له مكانة خاصة في الإقليم ولدى فخامة الرئيس مسعود بارزاني، وكان التحالف الثلاثي ولحد هذه اللحظة قبل أن مع التغريدة الأخيرة ولقاء في قناة الشرقية كنا داعمين وبقوة، واللي أيضا لمرشح السيد الحلبوسي وخاصة في الجولة الثانية للشيخ شعلان الكريم للذهاب للتصويت إليه في الجولة الثانية، لكن تفاجأنا بوجود سيناريو أو مسرحية من قبل النواب تقدموا أنفسهم وقاموا بما فعلوه، وتم تأجيل الجلسة. نحن كنا ذاهبين للتصويت إلى الشيخ شعلان كريم وأن يكون رئيسا لمجلس النواب، وجاء توجيه واضح من فخامة الرئيس مسعود بارزاني. طبعا بعد إنهاء عضوية السيد الحلبوسي هناك تحالف السيادة ما بين السيد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر وبعض القوى الأخرى، لكن عندما تم إنهاء عضوية السيد الحلبوسي انشق السيادة عن التقدم وعن التحالفات السابقة. ذهب التقدم لوحده وذهب الطرف الآخر السيادة وحسم وعزم ومبادرة، وبعض نواب من نينوى انشقوا عن التقدم وذهبوا بالطرف الآخر. وعندما سألنا من لديه الأغلبية قالوا بأن الأغلبية لدى الشيخ خميس خنجر والأخوة الذي تحالفوا معه، ونحن موقفنا واضح وموقف البارتي واضح، نذهب مع الأغلبية السنية لغرض التصويت على رئيس مجلس النواب. وأثناء التصويت حصل السيد شعلان كريم على أغلبية الأصوات، جاءنا فورا بالذهاب والتصويت إلى جميع نواب كتلة البارتي للتصويت للشيخ شعلان كريم. لكن مع الأسف هناك من تعرف القصة جنابك اللي هاي خياراتكم السياسية النواب، ومن حقكم التقدم ومن حق السيد الحلبوسي أن يعترض على تسليم مدافع. ما المشكلة؟ شنو اللي سواه؟ شنو الجريمة اللي سواها باعتراضه على تسليم المدافع للإقليم؟ لا الأسلوب لا ليس من حقي. اليوم القوات البيشمركة هو جزء من منظومة دفاعية للعراق ضمن الدستور وضمن القانون. بيشمركة من حقي حال وحال الحشد والجيش العراقي أن يمتلك أسلحة للدفاع عن الإقليم وعن الأوان العراق. وشارك البيشمركة في معظم من بداية تشكيل حزب الديمقراطي وقوات البيشمركة. شيخ قيس الخزعلي ما راضي على تسليم المدافع في جميع المعارك. السيد المالكي ما راضي على تسليم المدافع، ليش ما تردون عليهم بنفس الطريقة اللي رديتوا بها على السيد الحلبوسي؟ لا السيد المالكي لم يكن له موقف نهائيا بهذا الصدد، والسيد قيس الخزعلي أيضا لم يكن له موقف كما كان الموقف السيد الحلبوسي، الذي حقيقة تفاجأنا من هذا الموقف.